الثانية صباحا 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري من جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية للأزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين. يأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين. كما أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن. هذا وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، كما أكدت التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف. هذا وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك خلية للعمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، ذلك بناء على تكليفات الرئيس السيسي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا أيضا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، وذلك بعيدا عن الأطر النظامية، وتحيلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية ولم توفر لهم الخدمات اللوجستية. كما أشار إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى. قالت الممثلة الخاصة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند إن ما يجري في قطاع غزة هو حرب على النساء، وذلك نظرا لارتفاع عدد ضحايا القصف بين الفلسطينيات. وأشارت أيضا إلى أن نساء غزة يواجهون صعوبات يومية في الحصول على الخدمات الأساسية، كما تتحمل المرأة العبء الإضافي المتمثل في رعاية الأطفال وفي رعاية المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة الذين تزيد عددهم بسبب الحرب، مؤكدة أنه تم محو عائلات بكاملها في بعض الغارات الجوية الإسرائيلية. حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، وقالوا إن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. وشددت المجموعة المكونة من 30 خبيرا بينهم العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة على ضرورة أن توقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري عن إرساله حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية. أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعطي تسليم أوكرانيا أنظمة للدفاع الجوي الأولوية، وسترسل الأسلحة التي هناك حاجة ماسة إليها لأوكرانيا قبل دول أخرى قدمت طلبات بذلك. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن حكومة الولايات المتحدة اتخذت القرار الصعب ولكن الضروري بإعادة ترتيب أولويات عملية التسليم المخطط لها على المدى القريب من المبيعات العسكرية الأجنبية لدول أخرى، وخصوصا صواريخ باتريوت ونسامز ليتم إرسالها إلى أوكرانيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تدرس إدخال تعديلات محتملة في عقيدتها بخصوص استخدام الأسلحة النووية، وتنص العقيدة الحالية على أن روسيا ربما تستخدم مثل هذه الأسلحة ردا على هجوم نووي أو في حالة التعرض لهجوم تقليدي يشكل تهديدا وجوديا للدولة. وفي سياق متصل اعتبر بوتين أن إرسال كوريا الجنوبية أسلحة إلى أوكرانيا سيكون خطأ كبيرا.
مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو الكيو آر كود ظاهرة أمام حضرتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. تحياتي كريم الخولي وتحيات زملائي، وإلى اللقاء.